السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نهاية أسبوع آخر وحلقة جديدة من 60 وتتابعون فيها. البنيان المرصوص تعلن سيطرتها على منطقة السواوة بالكامل وميناء سرت البحري وفتح الطريق الرابط بين هراوة وسرت، والبنتاغون يصف تقدم قوات المجلس الرئاسي ضد ما يعرف بتنظيم الدولة بالمشجع. تباين المواقف بشأن دعوات المجتمع الدولي لرفع حظر التسليح المفروض على ليبيا، والاتحاد الأوروبي يعرب عن خشيته من وصول الأسلحة إلى ما وصفها بالجماعات المتشددة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذران من تدهور الوضع الإنساني في ليبيا، وكوبلر يؤكد أن قدرات المنظمات المحلية ووكالات الإغاثة وصلت إلى درجة الانهيار. بعد أن كانت المعارك على مشارف سرت، تمكنت قوات البنيان المرصوص في الأيام القليلة الماضية من دخول المدينة بعدما كبدت عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة خسائر كبيرة. كما أكدت عملية البنيان المرصوص أنها سيطرت على منطقة السواوة بالكامل وقامت بتمشيط ميناء سرت البحري بعد السيطرة عليه، تقدم لاقى ترحيبا محليا ودوليا ودعوات لعدم جعل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ليبيا في حربها ضد الإرهاب رهينة اعتبارات سياسية. نناقش هذه التطورات وغيرها مع ضيوفنا في الملف الأول من 60 عبر الهاتف من مصراتة عضو المركز الإعلامي لغرفة العمليات الخاصة رضا عيسى، والباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح، وعبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. نتابع أولا التقرير التالي ومن ثم ننطلق في النقاش. تواصل قوات البنيان المرصوص يوما بعد يوم تقدمها في كافة جبهات القتال بمحيط مدينة سرت، حيث أكدت سيطرتها على منطقة السواوة بالكامل، كما قامت بتمشيط ميناء سرت البحري بعد السيطرة عليه وفتح الطريق الرابط بين هراوة وسرت. تطورات عاقبت تحرير منطقة إهراوة وظهير بالكامل من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وبسط عملية البنيان المرصوص سيطرتها على كل من جزيرة بوهادي ومعسكري الجارت وتقرفت ومقر كتيبة السعدي وكبري الغربيات وجزيرة الزعفران. تقدم في أرض المعركة من قبل عملية البنيان المرصوص يقابله هروب أغلب عناصر التنظيم من سرت باتجاه الجنوب وفق ما أكده رئيس المجلس المحلي سرت عبد الفتاح السيوي. تطورات لاقت ردود فعل مرحبة، حيث بارك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الانتصارات التي تحققها غرفة العملية الخاصة في سرت، داعيا جميع القوى العسكرية إلى الاتحاد في مواجهة ما وصفه بالعدو المشترك. دوليا وصفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون التقدم الذي أحرزته القوات التابعة للمجلس الرئاسي ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت وصفته بالمشجع. وأشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا جوناثان وينر إلى أن الذين تحركوا لأجل تخليص ليبيا من القذافي يقومون الآن بالعمل نفسه لتخليص البلاد مما يعرف بتنظيم الدولة. في غضون ذلك أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أنه تم الاتفاق مع المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لليبيا في حربها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة، مشددا على أن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون مرهونة بالاعتبارات السياسية. ويرى محللون أن تقدم عملية البنيان المرصوص في كافة جبهات القتال بمحيط سرت يوضح إصرار المجلس الرئاسي على تخليص المدينة مما يعرف بتنظيم الدولة، ويعكس حاجة ليبيا إلى رفع الحظر على الأسلحة المفروض عليها منذ 2011. أرحب بضيوفنا في هذا الملف وأبدأ معك سيد عيسى بالسؤال عن آخر التطورات الميدانية بمحاور القتال في مدينة سرت. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. تطورات ال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال في مدينة سرت، قواتنا متمثلة في قوات المحور الجنوبي سيطرت أمس على منطقة هراوة بالكامل. ومنطقة هراوة أو بلدة هراوة لمن لا يعرفها هي بلدة تقع الشرقي سرت بحوالي 70 كيلومتر، عدد سكانها تقريبا 3000 نسمة. ايضا سلاح الجو الليبي قام ليله امس بقصف مواقع لتنظيم داعش في محيط مجمع قعاس واغادوغو في اوقات متفرقه عند منتصف النهار، ايضا في عند الليل. ايضا قام الطيران العمودي امس بتنفيذ 4 طلعات قتاليه. قواتنا ومنذ البارحه قامت بدك
تمركزات لداعش بالمدفعية الثقيلة في محيط مجمع قاعات واغادوغو، وأعلنت عن بدء العد التنازلي لمعركة شهداء بنيان تحرير باقي مدينة سرت من زمرة داعش الفاسدة. اليوم الجمعة قواتنا تقدمت عند منطقة النهار في محور كوبري الغربيات باتجاه وسط مدينة سرت، أيضا تعاملت مع سيارة مفخخة قبل وصولها لطلائع قواتنا، أيضا نجحت في تحشيم هذه السيارة وتفجيرها. قبل أن تتجدد الاشتباكات بعد ذلك في وسط أو على مقربة من وسط مدينة سرت. نعم. قواتنا اليوم كما أشرتم في تقريركم سيطرت اليوم على منطقة التواوغ بالكامل، وقامت بتمشيط الميناء لتعلن أن البحر لم يعد خلفكم يا داعش. الميناء أيضا أود أن ننوه أن هناك كانت هناك قوات بحرية، قوات تابعة لخفر السواحل، تؤمن أو تضمن عدم هروب عناصر لداعش عبر البحر. قواتنا اليوم كما أشرتم أيضا في تقريركم فتحت الطريق الرابط بين هراوة وسرت، أشرنا إلى بلدة هراوة التي تم تحريرها أمس، وهي بلدة كما أشرت تقع شرقي سرت بحوالي 70 كيلو متر. ميناء مدينة سرت البحري اليوم قواتنا استطاعت دخول الميناء ومطاردة فلول داعش وتمشيطه بالكامل. طيب. وعلينا السيطرة عليه، هذا الميناء الذي كانت تسيطر عليه عصابة داعش منذ يونيو من العام الفائت. طيب. أنوه أيضا إلى أن سلاح الجو الليبي نفذ اليوم عددا من الغارات على تمركزات للدواعش في محيط قاعة واغادوغو وفندق المهاري وتمركزات أخرى داخل المدينة. نستطيع أن نقول اليوم أن قواتنا أحكمت السيطرة على مدينة سرت ومحاصرة التنظيم وتحجيمه فقط في دائرة لا يزيد قطرها على 5 كيلومترات. أيضا أنوه إلى أن قواتنا نجحت أمس في تحرير 4 أسرى من المدنيين من مدينة سرت كانوا مسجونين عند تنظيم داعش، ونشرنا صورا للأسرى المحررين وبدت. طيب ابقى معي سيد عيسى، سأعود إليك حتى نأخذ مزيد من التفاصيل عن الأوضاع في محاور القتال، ولكن أذهب إلى سيد بن صالح وأسأل يعني من الناحية الاستراتيجية سيد بن صالح، ما الذي تعنيه كل هذه التطورات الميدانية على أرض المعركة؟ هل يمكن الآن القول بأن معركة تحرير سرت باتت في طريقها إلى الحسم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، رحم الله من سقط منا شهيدا وشفى من بات جريحا. الحقيقة يعني الاستراتيجية الآن تنبئ عن نفسها، أصبحت الآن سرت يعني محاصرة من كل الجهات، يعني من الأربع جهات، الجهة الشرقية والبحرية والغربية وكذلك الجنوبية، وانحصرت يعني هذه المساحة حتى أصبحت أنها ربما لا تزيد عن 5 كيلومترات يعني كلها، يعني هذه المساحة التي كان أو الدواعش الذين كانوا يسيطرون عليها يعني ربما من البريقة شرقا وحتى يعني بوابة بوغرين غربا في خلال يعني مدة زمنية ربما لا تتعدى الشهر ونصف، انحصرت هذه المساحة لتصبح فقط 5 كيلومترات، وهذا دليل يعني قاطع على أن قوات البنيان المرصوص يعني نفذت خطة استراتيجية محكمة ويعني دفعت بقوات كبيرة ونفذت هذه الخطة بإحكام وقاتلت يعني قتال الأبطال الحقيقة يعني، وما أنجزوه هؤلاء الأبطال يعني يسجل في قاموس المعجزات، يعني دول كبيرة يعني ربما لها من التقنيات الحديثة والطائرات والمدفعية والأسلحة والآلاف والجيوش الجرارة يعني لم تستطيع أن تحقق هذه الإنجازات، بينما الثوار الذين يقاتلون ربما حفايا وصدورهم عراية استطاعوا أن يحققوا هذا الإنجاز الضخم الكبير. طيب يعني سيد بن صالح، من الناحية الاستراتيجية أيضا ما الذي يعنيه الآن محاصرة فلول التنظيم في دائرة لا يزيد قطرها عن 5 كيلومترات؟ ما هامش يعني المناورة لدى فلول التنظيم الآن للاستنزاف قوات عملية بنيان المرصوص يعني حتى آخر لحظة يمكن لهم أن يقاوموا فيها، ما أن هناك احتمالية فتح ثغرة والانسحاب، ما الذي تتوقع أن يفكر فيه الآن عناصر التنظيم في هذه الوضعية وهم محاصرون في هذه الدائرة؟
هم الآن ثبت أمامهم جميع المنافذ، والآن هم يقاتلون قتال اليائس، يعني ليس أمامهم إلا أمرين، إما الاستسلام وإما القتال حتى الموت. وأما فكرة أنهم سينسحبون أو أنهم سيجدون ثغرة يهربون منها، يعني أصبحت الآن في خبر أو في عداد المستحيل، لأن قوات البوليان المرصوص تحيط بسرق من جميع الجهات وتحكم إغلاق أحكاما جيدا، يعني واضح من الممكن أن يتمكن أحد من هؤلاء إلا إذا بشكل فردي وربما عن طريق التسلل ربما، أما بشكل جماعي فإنه من المستحيل جدا أن يتم التسلل. وصلت الفكرة. هؤلاء وخروجهم خارج مدينة بس. نعم سيد مفتاح لملوم، برأيك ما دلالات هذا التقدم الذي تحققه عملية البنيان المرصوص في مدينة سرت؟ تحياتي لك أخ خالد وتحياتي لضيوفك الكرام، وأترحم على شهدائنا واللهم اشف جرحانا. نعم. دلالات سيدي هي دلالات تشير على أن هناك عزيمة صادقة في القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، وأن من جاءوا للقضاء على هذا التنظيم هم أناس قد وهبوا أنفسهم لأن إما النصر أو الاستشهاد. وبالتالي عندما نرى البطولات التي سجلت على أرض سرت واندفاع هؤلاء الشباب وهؤلاء المقاتلون الشجعان لتحرير مدينة سرت، هذا يشير لشيء واحد، وهو أن مثلا ليبيا ترفض أي نوع من التشدد وأي نوع من الغلو وأي نوع من الإرهاب الذي يمارس على أرضنا أو مورس على أرضنا في الأشهر الماضية من قبل هؤلاء المجموعة، سواء كان ذلك في درنا أو في صبراتة أو في سرت. وبالتالي على المجتمع الدولي أن يعي جيدا أن الشعب الليبي بإمكانه أن يتعامل مع هذه القضية، مع قضية الدواعش، دون أن يحتاج إلى الدعم الذي يتحدث عنه البعض، والذي هو في واقع الأمر حتى وإن جاء سيأتي متأخرا، بس يظل هناك شأن واحد، وهو أن المجتمع الدولي الذي وعد بالكثير والذي اعتبر داعش خطر كبير على الليبيين وعلى المجتمع الأوروبي أو الدول الأوروبية وعلى العالم أجمع، هؤلاء قد دفعوا بالشباب وبعدوهم بالكثير، ولكن في نهاية الأمر لا تحقق شيء، لم تصل. طيب سأتي معك بالذات سيد لملوم إلى هذه الجزئية، ولكن ابقى معي حتى أعود إلى السيد عيسى أولا، وأسأل فيما ذكرته سيد عيسى من أن فلول التنظيم الآن محاصرون في دائرة 5 كيلومترات كما قلت، أين تأتي هذه الدائرة؟ أين يتمركز هؤلاء الآن في سرت؟ هو في الواقع الآن ليس لدي طريقة لعرض هذه البيانات، ممكن حتى يطلع عليها السادة المشاهدون، ولكن من يعرف جغرافيا سرت الآن، القوات كما أيضا أشار أحد ضيفيك الكريمين الأستاذ سليمان بن صالح، الآن قواتنا يعني تحكم السيطرة تماما بين قوسين، تعمل كهلال، قواتنا الآن كهلال يحيط بسرت من الشرق والغرب والجنوب أيضا من البحر. الفلول داعش حاليا متواجدة في، لمن يعرف سرت، متواجدة وسط مدينة سرت بالحيين السكنيين رقم 1 و2، أيضا في محيط قاعات واغادوغو الذي أشرت إلى أنه استهدف من قبل سلاح طيران جو، أيضا في وسط الجامعة ومستشفى بن سينا الذي كما علمنا أن عصابة داعش تعالج جرحاها في داخل هذا المستشفى. طيب هل لديكم أي معلومات سيد عيسى عن قوام هذه الفلول المتبقية في هذه التمركزات؟ التكهن بأرقام بعينها حاليا من الصعب أن نجزم برقم بعينه. قبل بدء العملية كانت هناك تقارير كثيرة لأجهزة مخابرات غربية كانت تشير إلى أن القوات داعش داخل سرت قوامها من 5000 إلى 6000 عنصر تقريبا. أظن أن بعد بداية المعركة، منذ أن بدأت بملحمة السدادة في 11 مايو الماضي، أظن أننا كشفنا أن التنظيم قد بولغ في تصويره داخل سرت. طيب هذا واضح سيد عيسى. في جزئية أخرى لو تسمح، يعني في كل معركة تكون هناك توقعات مسبقة بأن يدفع ثمن لتحقيق النصر، وهذا أمر طبيعي يعني في المواجهات العسكرية،
هل كانت هناك توقعات لغرفة العمليات الخاصة أن يصل حجم الخسائر في الأرواح إلى هذا المستوى؟ هو في الحقيقة لأعلق على سؤالك لو سمحت لي، نحن لا نقول خسائر، نحن نزف شهداءنا بالزغاريد، هؤلاء شهداءنا، هؤلاء تاج على رؤوسنا حاليا. حتى اليوم نستطيع أن نقول أننا زفينا 130 شهيدا إضافة إلى 500 جريح، دماءهم الطاهرة هي سكبت لأجل خير هدف، وهو تحرير بلادنا من هذه الزمرة البغيضة. طيب ابقى معي سيد عيسى، سأعود إليك في سؤال أخير، ولكن قبل ذلك أذهب إلى ضيفي. سيد بن صالح، يعني مع كل التضحيات التي قدمتها الآن قوات عملية البنيان المرصوص، يبقى السؤال قائما عن العوامل التي لعبت، دعنا نقول، دورا في تحقيق هذه الانتصارات. صحيح سيد الفاضل، العزيمة والإصرار والشجاعة والتضحية والقوات يعني زرارة وسلاح طيران نشط جدا ومواكب لتطورات المعركة، كل ذلك بعد عون الله وتوفيق استطاعت قوات الثوار أن يعني تفعل ما لم تستطع فعله دولا كبيرة تملك الأموال والتقنيات ومئات الآلاف من الجنود. في وقت قياسي يستطيع الثوار بما فيهم قوات الجيش المساندة لهم والذين هم في الأصل يعني ثوار تعسكروا، استطاعوا أن يسجلوا ملاحم انتصارات بفضل الله عجز غيرهم عن إنجاز ولو جزء يسير منها. قوة داعش في ليبيا تجمعت في سرت، وهي قوة كبيرة، وأنا أخالف رأي كل الذين قالوا أنهم بعبوا عنه وأنه لم تكن كل التوقعات، يعني كانت يعني تقول أنهم ليسوا قوات كبيرة، كانت قوات كبيرة وكانت لديهم استراتيجية معينة، لكنها استراتيجيتهم فشلت أمام إصرار قوات ثوارنا. والدليل أن قوات كبيرة وقوات يعني تقاتل أنها نحن يعني ملينا بخسائر كبيرة في الأرواح، يعني هذا يعني شيء واضح جدا، تجاوز العدد 120 شهيد والجرحى تجاوز عددهم 500، يعني هذا لم يكن جاء من فراغ وإنما جاءت من مواجهات وقتال شرس، يعني دارت ملاحمه بين قواتنا وأفراد داعش وقوات طيب. داعش لم تكن قوة صغيرة يستهان بها، بل كانت قوة كبيرة، يعني صرت هذه يعني كانت هي المكان الذي تجمع فيه دواعش من كل مكان من ليبيا أتوا إليها تدعوهم القادة، لأنهم يعلمون أن معركة صرت معركة كبيرة، ولذلك هم جمعوا قواتهم من كل مكان وأحضروها إلى صرت، لأنهم يعلمون أنهم سيواجهون قوات يعني شديدة المرات، وأنهم لابد أن تكون قواتهم متواجدة في هذا المكان. ولذلك أنا ضد مقولة أن سر يعني داعش لم تكن بتلك القوات التي كنا نسمع بها. نعم سيد لملوم، برأيك ما الذي يعنيه اندحار التنظيم في مدينة سرت برغم التقديرات التي كانت تتحدث عن قوة ضاربة إذا جاز التعبير للتنظيم في داخل المدينة؟ في واقع الأمر يعني عندما نقول الاندحار هو التنظيم ربما قد كان مبالغ فيه في السابق، في واقع الأمر يجب أن نقول أن داعش مثل ما تفضل سيد بن صالح قد قاتلت قتالا شرسا وأنها ألحقت خسائر بالثوار وبالجيش الليبي، وأن هذه الخسائر التي مني بها الجيش والثوار هي خسائر كبيرة في قياسا بالمعارك التي خاضوها في حرب التحرير. وبالتالي القول على أن داعش لم تكن قوة كبيرة في سرت، بل بالعكس كانت قوة كبيرة، ولا زالت إلى حد الآن داعش رغم كل ما حصل في الأسابيع الماضية، لأنها لا زالت تقاتل لحد الآن بدون القضاء على داعش في مدينة سرت وملاحقتها ربما في أماكن أخرى من ليبيا، يعني إذا تبقت بعض الفلول واستطاعت تتسلل وربما قد تسلل البعض منها في الأيام الماضية، فهذه ستكون منغص كبير جدا ومسبب لعدم استتباب الامن في مناطق كثيره سواء كان ذلك في الجنوب او في شرق ليبيا او في غربها. وبالتالي لابد من اخذ الحيطه، لابد من القضاء على هذا التنظيم في مدينه سرت، وان قضاء عليه في مدينه سرت يجب ان يكون هو فصل نهائي في 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 التعامل مع هذا التنظيم داخل ليبيا، وحتى يقتنع الجميع أن ليبيا لن تكون حاضنة وأنها لن تستقبل داعش من جديد. نعم. ولن يكون هناك من يحميها. سيد عيسى، ما طبيعة تكوين القوات التي تشارك في عملية البنيان المرصوص في عملية تحرير سرت؟
بالنسبة لطبيعة القوات، ربما أشرتم أنتم أيضا في تقريركم في مطلع برنامجكم هذا إلى أحد تغريدات أحد المسؤولين الأمريكيين أن من قاتل القذافي في 2011 هم من يقاتلون داعش الآن في سرت، هم قوات انتفضوا للدفاع عن الأرض وعن العرض، قوات يعني قوات توارنا الأشاوس، إضافة إلى ضباط الجيش الليبي ممن لم تتلوث أيديهم بدماء الليبيين سواء في 2011 أو ما تلا ذلك. نعم، وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام الملف الأول من 60. نشكر ضيفنا من مصراتة عبر الهاتف عضو المركز الإعلامي لغرفة العمليات الخاصة المكلفة من المجلس الرئاسي رضا عيسى، وندعو ضيفينا من مصراتة الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح، ومن لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم للبقاء معنا. فستون ما زالت متواصلة. ارتباطا بالحرب التي تخوضها ليبيا ضد ما يعرف بتنظيم الدولة، تجددت دعوات لرفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011، دعوات لاقت ردود فعل متباينة بين مرحب ومشدد على ضرورة ضمان عدم وصول الأسلحة لجماعات متشددة. نناقش هذا الموضوع في الملف الثاني من 60، ويرافقنا في تحليل هذا الملف من مصراتة الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح، ومن لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. أرحب بكما مجددا، ونتابع تقريرا عن موضوع الملف الثاني من 60، ومن ثم نبدأ النقاش. مع مرور كل أسبوع تتجدد دعوات المجتمع الدولي لرفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا. البداية كانت منتصف مايو الماضي عندما أعلنت 25 دولة تأييدها لرفع حظر التسليح على ليبيا واستعدادها لتقديم طلب إعفاء إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا بهذا الشأن. بعدها بأسابيع تقدم الاتحاد الأوروبي بمشروع قانون لمجلس الأمن الدولي بخصوص توسيع مهمة صوفيا البحرية ليتيح لها تطبيق تنفيذ حظر الأسلحة قبالة السواحل الليبية. على المستوى المحلي ظل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج يكرر في كل مناسبة دعوته للمجتمع الدولي برفع الحظر على تصدير السلاح إلى ليبيا لمواجهة ما يعرف بتنظيم الدولة. على صعيد آخر، أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي خلال إفادة له بمجلس الأمن أنه لا يكفي إعلان المجموعات المسلحة دعمها لحكومة الوفاق الوطني لتكون تحت سيطرتها، مبديا تخوفه من خروج داعش من سرت وسيطرة القاعدة على المدينة حسب تعبيره. تصريحات أدانها واستنكرها المجلس الأعلى للدولة في بيان له، مؤكدا أن الدباشي لا يمثل إلا نفسه بعدما أقالته كل الأجسام السياسية في المرحلة الانتقالية السابقة. وأشار البيان إلى أن تصريحات الدباشي تحمل تطاولا على المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي واستهزاء بتضحيات الليبيين الشرفاء في معركة تحرير سرت. وفي ظل هذا الجدل قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إن هناك استثناءات للحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا في حال وجود قوات تعمل تحت سلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، موضحا أن الجيش الليبي يجب أن يكون جزءا من هيكلية موحدة ومرنة تمنح الدور للجميع. هذا ويبقى التحدي الأكبر أمام حكومة الوفاق لإقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع حظر التسليح على ليبيا، وهو إعطاء ضمانات للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي تؤكد أن ما سيجري توريده من سلاح لا يقع في أيدي ما وصفها الاتحاد الأوروبي بالجماعات المتشددة. سيد مفتاح لملوم، كيف تقرأ المشهد الدولي فيما يتعلق بالدعوة لرفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا لصالح حكومة الوفاق الوطني؟ أنا أنظر إلى هذا على أن هناك مؤامرة تحاك ضد ليبيا. هذا المجتمع الدولي الذي من فك يهدد ويقول أن خطر داعش هو خطر على المجتمع الليبي وخطر على الأوروبيين، ولكن عندما بدأ من يتصدى لخطر داعش والآن بدأ الحديث عن فرض حظر جوي على إدخال السلاح. هذا الحظر موجود منذ أن حرب التحرير، وبالتالي ولم فكت الأسلحة تأتي إلى ليبيا برا وبحرا وجوا على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وهم يعلمون بذلك. ما وصل
إلى المجموعات في داعش أو في درنة أو في صبراتة وصل من هذا السلاح الذي تسرب وجاء عبر الأرض الطريق البري وعبر البحر وعبر الجو. وبالتالي هذه الأسلحة تصل إلى داعش. لماذا الآن عندما يطلب السلاح للعناصر التي تحارب داعش نجد أوروبا تريد أن تفرض الحظر وتشدد هذا الحظر على السلاح، دخول السلاح إلى ليبيا؟ في السلاح الذي يدخل إلى ليبيا أو الحظر، أنا في تصور الآن أصبح المعني به هم القوات المنطوية تحت المجلس الرئاسي تحت حكومة السراج، لأن الأطراف الأخرى التي يصلها السلاح بالبر وصل السلاح عبر البحر عن طريق المياه الإقليمية لأنها مرمى حجر من الشقيقة مصر، بالتالي أعتقد أنها لا تتأثر. فالمسألة هي مسألة الآن أصبحت واضحة. الذي كان يقول أنه سيرفع الحظر عندما يبدأ التصدي أو محاربة داعش الآن يتلكؤون حتى في تزويد الجرحى واستقبال الجرحى في مستشفياتهم. طيب. المسألة أصبحت واضحة الآن، هو مجرد يعني كان هناك مقلب قد أعد للليبيين ودفع بالليبيين لأن كانوا يتصورون أن داعش ربما تقضي على بعض هذه المكونات العسكرية الموجودة في غرب ليبيا، وبالتالي ربما يكون الجو مفتوحا والمجال مفتوحا أمام قوات أخرى لأن تسيطر على مناطق بقية مناطق ليبيا. مثلا هناك نوع وصلت من فكرتك. تواصل كبير. نعم. سيد بن صالح، يعني برغم توالي الحديث عن رفع حظر التسليح لم تتخذ حتى الآن أي خطوة عملية في هذا الاتجاه، بل إن هناك مشروع قرار مقدم إلى مجلس الأمن الدولي للسماح للعملية البحرية الأوروبية بمراقبة أو بالمساهمة في تنفيذ حظر توريد السلاح لليبيا. هل لديك فهم ولو أولي لأسباب هذا الأخذ والرد فيما يتعلق برفع الحظر؟ هنا سيد المجتمع الدولي يقع في خانة النفاق. هم يتحدثون مع رئاسة المجلس بشكل، وأما ما يقومون به من أعمال وأفعال يعني تخالف إلى حد كبير ما يقولونه. بالنسبة للقرار الذي يتحدثون عنه بخصوص رفع الحظر أو حظر جزئي كما يسمونه عن توريد الأسلحة إلى ليبيا، هناك هو في الحقيقة وجهان لهذا الطلب أو لهذا القرار. وجه يحمل يعني السرعة، وجه السرعة، وهو رفع الحظر بشكل سريع على عدة أنواع من الأسلحة تحتاجها جبهات القتال، ووجه آخر يحمل وجه التمهد وهو رفع الحظر عن تزويد الجيش الليبي بالسلاح الذي يحتاجه لتثبيت الأمن وصناعة نوع من الاستقرار في ليبيا. لكن كلا الوجهين لم يشهد أي تنفيذ، خاصة فيما يتعلق يعني بتزويد القوات المقاتلة بما تحتاجه من أسلحة. وهنا زي ما أسلفت وتحدثت يقع المجتمع الدولي في خانة التسلل، يعني ويقع ربما المجلس الرئاسي الذي تلقى الكثير من الوعود والاعترافات وعبارة عن أنكم إن تمكنتم من الدخول إلى طرابلس فإننا سنكون معكم يعني بكل الوسائل وسندعمكم بما تحتاجون، ولكن في النهاية يعني تبين أن كل الوعود كانت عبارة عن حبر عن ورق أو على ورق، ولم يتم تنفيذ منها ولو جزء يسير. والآن يعني أصبح المجتمع الدولي في نظري يعني مجتمع منافق، يعني ليس له طيب. من وجه من وجوه الصدق الذي يفترض أن يتعامل بها مع حكومة ناشئة تعمل على استقرار الأوضاع في ليبيا، وهذه الاستقرار في ليبيا يهم أوروبا بشكل خاص يعني، ولكنهم لم يسعوا ولم يبذلوا أي مجهود لتحقيق ذلك. سيد لملوم، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة اعتبر أن اعتراف أي قوة مسلحة بحكومة الوفاق لا يجعلها قوات نظامية. برأيك هل يأتي عدم إعلان المجلس الرئاسي حتى الآن بشكل رسمي عن القوات التابعة له كأحدى العقبات التي ربما تعطل رفع حظر التسليح؟ سيد دباش ربما مثل قال البعض يغرد خارج السرب. سيد دباش أصبح يتحدث عن أحلامه وعما يتصوره وعما يريده أن يحدث في ليبيا، ولا أعتقد أنه قد فقد ارتباطه بالنظام السابق. سيد دباش عندما يتحدث وصف الثوار الذين يخوضون حرب الطاحنة في سرب ضد داعش بأنهم مقاتلة وأنهم ربما
ينتمون الى تنظيم متشدد وبوفاق الامر يردد كلاما لا اعتقد اللي هو ارتباط بالواقع بل كلام يريد ان يقنع الاخرين خاصه المجتمع الغربي، ولكن الغرب يعرفون جيدا حقيقه ما يجري في سرت ومن يقاتلون داعش في سرت. السيد الدباشي يريد ان يضع العصي في العجله ويريد ان يعرقل المسيره مثله مثل الاخرون نراهم الان. اما المجلس الرئاسي والحكومه المفوضه الان من قبل المجلس الرئاسي هي في واقع الامر الى حد الان لم تتخذ اي اجراء ولم تتخذ اي شيء بامكانه ان يحل مشاكل الليبيين سواء كان على الصعيد العسكري والامني او على الصعيد الاقتصادي. المواطن يمر الان بمرحله صعبه في شهر رمضان الكريم، والقوات التي تحارب داعش حتى جرحاها لم تجد لهم أماكن لعلاجهم، الآن يستقبلون في تونس وفي تركيا، والوعود التي وعدت بها إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية على أنها ستعالج الجرحى وأن المستشفى. طيب كيف تفسر أن المجلس الرئاسي حتى الآن لم يسمي أي قوة مسلحة في ليبيا على أنها من ضمن القوات النظامية التي تتبعه باعتبارها من مكونات الجيش الليبي؟ السيد المجلس الرئاسي إلى حد الآن لا يدري أين هو. المجلس الرئاسي ضعيف إلى حد كبير وغير قادر على أن يسوس هذه المرحلة، وسبق وأن قلت أنهم من هم في المجلس الرئاسي والمجلس الرئاسي بكاملهم ليسوا رجال هذه اللحظة وليسوا رجال هذه المرحلة. طيب. هذه المرحلة تحتاج إلى أناس بإمكانهم أن يتخذوا القرار وينفذوه، وبالتالي السيد السراج لا يعرف أين يضع قدمه وبقية أعضاء المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي منقسم على نفسه، وبالتالي لا يعتقد أن المجلس الرئاسي بإمكانه اتخاذ قرار. طيب. في أي اتجاه، وهذا العجز واضح في معركة سرت الآن. سيد بن صالح، هناك خشية دولية من أن يتسرب السلاح في حال رفع حظر توريد الأسلحة أن يتسرب إلى جماعات متشددة. السؤال هنا كيف يمكن ضمان عدم وصول السلاح الذي يتم توريده لصالح القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى جماعات متشددة بالفعل؟ لا يعني لا أدري من يقصدون بهذا التوصيف الجماعات المتشددة. إذا كانوا يقصدون الدواعش فإن الدواعش قد يتحصل على السلاح، يعني باعتبار أنه هناك قوة يعني وقوة كبيرة جدا يعني تقاتلهم وتكاد أن تقضي عليهم، وربما هم يعني سيصبحون في خبر كان يعني بين عشية أو ضحاها. وإذا كان المقصود بالجماعات المتشددة هي كتائب الثوار، فكتائب الثوار هي التي تحتاج السلاح الآن لمقاتلة داعش، وكتائب الثوار هذه تنضوي تحت المؤسسة الشرعية للدولة الليبية والتي اعترفت بها هذه الدول، والمؤسسة الشرعية هي التي كلفت هذه الكتائب لقتال داعش. يعني فما المقصود يعني بهذا الكلام؟ هو لأن التكليف ليس واضح سيد بن صالح، يعني الأمر جاء في صورة تشكيل غرفة عمليات خاصة، لكن حتى الآن لا يوجد قرار رسمي يسمي قوة بذاتها على أنها تتبع إلى حكومة الوفاق الوطني. تشكيل الغرفة يعني الغرفة بمن ستقاتل؟ يعني المجلس الرئاسي يعلم أن هذه الغرفة ستقاتل بهؤلاء ولا يمانع في ذلك، ولولا ذلك لما شكل هذه الغرفة ولما منحها كل ما يستطيع من مساعدات، يعني ربما كما سمعنا وصلتهم بعض المبالغ المالية. لماذا يترك الأمر للاستنتاجات؟ لماذا لا يكون هناك قرار رسمي يسمي هذه القوات على أنها قوات نظامية تتبع لحكومة الوفاق الوطني؟ ما الذي يمنع؟ السلاح الجوي كله قوات نظامية، فيه ضباط وضباط صف وجنود وكل الموجودين في السلاح الجوي الذين يقاتلون الآن داعش هم كلهم قوات نظامية. هناك القادة الميدانيين الذين يقودون هذه القوات وهذه الكتائب، أغلبهم ضباط عسكريين يعني مشهود لهم بالحكمة ومشهود لهم بعسكريتهم المعروفة. وهذا برأيك يزيل المخاوف من أن يتسرب السلاح في حال رفع حظر التوريد إلى جماعات متشددة كما يخشى أو تخشى أطراف دولية؟ عموما ما مآلات دعم ليبيا في حربها على الإرهاب مع استمرار النقاش بشأن رفع الحظر على التسليح أيا كانت الأسباب؟ هذه ذريعة سيدي، هم لا يريدون تزويد الجيش الليبي بالسلاح، ولذلك هم يخترعون بين الحين والآخر يعني ذريعة يعني حتى يكون السبب يعني ليس من طرفهم، وإنما هم يعني يلقون بالتبعية على هذه الحكومة التي يؤيدونها. الحكومة لن تستطيع في يوم وفي ليلة
يعني حتى ولو كانت موجودة هذه الميليشيات كما يعتقدوا أو الجهات المختلفة أن تقضي عليه في اليوم، وإذا أرادوا أن تقضي عليه فكيف ستقضي عليه على هذه الميليشيات وعلى هذه الجهات المتطرفة بدون أن يكون لديها سلاح؟ إذا كان هم يتخوفون من وقوع هذا السلاح في أيدي هذه الجهات، فمعنى ذلك يجب عليهم الوقوف صفا يعني وبكل قوتهم مع هذه الحكومة، وتدريب القوات المسلحة لديها وإنشاء الجيش الذي يريدون، ومن ثم تزويدهم بالسلاح. يعني أشكرك سيد بن صالح، وصلت فكرتك، وبها نصل إلى ختام الملف الثاني من 60. ضيفنا من مصراتة الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح، شكرا جزيلا لك. وندعو ضيفنا من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم للبقاء معنا. و60 ما زالت متواصلة وفيها بعد فاصل. مساجد طرابلس القديمة تاريخ وعراقة ووجهة يومية لعشرات المصلين في رمضان. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في ليبيا واتجاه الأمور نحو الأسوأ بسبب استمرار الصدامات المسلحة. يأتي ذلك في وقت أكد فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أن القدرات المحلية ووكالات الإغاثة تعاني وضعا وصل إلى درجة الانهيار. من جانبها رصدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر معاناة العائلات النازحة في مخيم بالجفرة ووصفت الوضع الإنساني بالصعب. نناقش موضوع الملف الثاني من 60 لهذا الأسبوع مع ضيوفنا عبر الهاتف من طرابلس رئيس لجنة الأزمة ببلد طرابلس المركز ناصر الكريوي، والناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي، وكذلك مع ضيفنا عبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. ننطلق في النقاش بعد هذا التقرير. يسبب الوضع الذي تعيشه البلاد الكثير من المخاوف للمدنيين الليبيين الذين يعيشون هلعا دائما من القصف والهجمات التي قد تطال حتى المناطق السكانية والمنشآت الصحية. وضع أمني معقد يلقي بظلاله على الظروف الإنسانية، حيث لا تزال الطرق مسدودة أمام عشرات الآلاف من النازحين المحرومين من العودة إلى ديارهم، ما اضطر الكثير منهم إلى الإقامة في مبان عامة أو الإقامة في مخيمات لا تستجيب لأبسط الظروف الإنسانية. هنا في مخيم مصنع الصابون بالجفرة تقيم نحو 200 أسرة في ظروف لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة الصحية. أطفال يلعبون وسط القذرات والسكان يشتكون احتلال الفئران للمكان ويطالبون بمساعدة عاجلة. العائلات أنا ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء يروحوا. مخيم ملبس، ناموس واجد، قناطش واجد، باهي ما فيش نظافة، ما في شيء. منظمات دولية منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت عن خشيتها من تدهور الوضع الإنساني وطلبت بزيادة الميزانية الإجمالية للمساعدات الإنسانية إلى 14 مليون دولار. زدنا مساعداتنا بتوزيع مواد غذائية وغير غذائية للنازحين داخل ليبيا، وزدنا هياكل الدعم الصحي للمستشفيات لنمكنهم من علاج الجرحى جراء القتال، وهو ما يعني أننا استهلكنا بالفعل ما كنا نخطط لإنفاقه على مدى العام بكامله، وهذا يعني أننا نحتاج إلى طلب المزيد من الموارد لنواصل استجابتنا الراهنة للاحتياجات الإنسانية. أكثر من 400 ألف شخص نزحوا داخل البلاد في حين يحتاج نحو 2 مليون شخص وربع المليون لمساعدات إنسانية عاجلة حسب منظمات دولية. إذن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا داخل البلاد وأكثر من 2 مليون شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة. سيد المصراتي، كيف يمكن وصف هذه الحالة؟ مساء الخير لك أخي ولجميع من يتابعنا عبر قناتكم المنصرة. أهلا بك. طبعا الوضع الإنساني في ليبيا نتيجة لاستمرار نزاع المسلح والذي للأسف ينتقل من منطقة إلى أخرى وضع مأساوي جدا، ووضع يحتاج إلى تكاثف وتعاون الجميع
من الدولة الليبية والمنظمات التي تعمل في الحق الإنساني والمنظمات المجتمع المحلي لتخفيف هذه المعاناة الإنسانية والتي هي تزداد صعوبة يوما بعد آخر. نحن نعلم الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي من ارتفاع الأسعار ومن نقص المواد الغذائية ومن نقص السيولة المادية. هذه الظروف يعيشها النازح مضاعفا لأن إمكانياته صعبة وإمكانياته. هو اعذرني سيد مصراتي المقاطعة، سنأتي معك لتوصيف الاحتياجات، لكن قبل ذلك عندما نتحدث عن 400 ألف نازح وأكثر من 2 مليون شخص في حاجة لمعونات، ما التصنيف الذي يمكن إطلاقه على هذه الحالة؟ هل هو مستوى خطر؟ هل هو مستوى متقدم من الخطورة؟ كيف تصف هذا الوضع على سلم المخاطر؟ الله أخي الكريم، نحن قدمنا تقرير بخصوص الوضع الإنساني في ليبيا خصوصا بوضع النازحين. نحن للأسف العدد يزيد عن 400 ألف نازح، وصل العدد إلى تقريبا 600 ألف نازح. عندما يتكلم عن 600 ألف نازح في ليبيا في مولد بلد عدد سكانه 6 مليون، فأعتقد أن هذه الأرقام تتحدث عن الوضع الصعب والوضع المأساوي لآلاف النازحين، والذين كما ذكرت تزداد ظروفهم صعوبة مع الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن العادي في ليبيا. طيب ابقى معي سأعود إليك سيد المصراتي، ولكن قبل ذلك أذهب إلى السيد الكريوي وأسأل، يعني من جانبكم كجهات رسمية في بلدي طرابلس المركز، كيف تصفون الأوضاع الإنسانية للنازحين داخل العاصمة تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة لنا بلدية طرابلس المركز هي تعتبر أصغر بلدية داخل ليبيا وأصغر بلدية في طرابلس. عدد النازحين كطرابلس المركز ما عندناش عدد نازحين كبير، لكن طبعا موجودين عندنا في طرابلس الكبرى، في عنجارة، في تجورة، في قصر المبشير، في المنطقة هذه. طبعا بالإضافة للنازحين السابقين الموجودين عندنا من مرخو، من نازحين مرخو من تورغة، من المشاشية. فطبعا في الظروف هذه الاقتصادية الصعبة طبعا وضعهم صعب يعني، لكن احنا عندنا مؤسسة مجتمع مدني وواحد في حاول ان هم يخفوا الضغط على الاخوة النازحين، واسوة بالاخوة المحتاجين داخل البلديات. يعني زي ما تعرف انت في الضيف هذا، فيه عدد من العائلات حتى من سكان البلديات يعانوا من مشاكل اقتصادية. الضيف الاقتصادي يعني صعب في الجميع. يعني تقول سيد الكريوي ان المعاناة الانسانية تجاوزت حتى النازحين ووصلت الى المقيمين ايضا، لأن في غياب أن أي ميزانية البلديات، البلديات تولينا من السنة الماضية لم تصل بهم أي ميزانية، يعني حتى موظفين البلدية ما فيش مرتبات. الوضع يعني عملية السيولة وهذه بقى. لكن في حاجة ثانية في المقابل، يعني الصراحة أن الناس يعني بارك الله فيهم في من خلال شلات رمضان، الشلات الرمضانية واحد عاملين شغل غير عادي داخل المدينة على مستوى طرابلس كاملة. والجميع أنه يحاول أن إحنا كبلديات، مجموعة من بلديات شكلنا لجنة مشتركة لدعم النازحين داخل البلديات، يعني طيب. الستة داخل طرابلس الكبرى. طيب سيد لملوم، كيف تقرأ بداية وفي عجالة لو تسمح ما جاء في تقريري اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة اليونيسيف بشأن الوضع الإنساني في ليبيا؟ الوضع الإنساني مثل ما أشار الإخوة هو وضع مأساوي بكل معنى الكلمة. الوضع وصل إلى المرحلة أن المواطن الليبي أصبح يعاني من الفقر وأصبح يعاني من التشرد. أما فيما يتعلق بتقرير اليونيسيف، فأعتقد أن التقرير رغم أنه مفترض أن يكون منصبا على الطفولة وعلى الأطفال وعلى رجال المستقبل، لأنه في واقع الأمر قد أحمل هذا الجانب بشكل كبير ولم يركز على ما يعانون هؤلاء الأطفال، رجالنا ورجال المستقبل والذين سيبنون ليبيا مثل ما نتمنى مستقبلا. هؤلاء التقرير لم يركز عليهم على الإطلاق، بل ركز على الحالة الإنسانية التي تتعرض لها الأسر، وأهمل الجانب الإنساني المتعلق بالطفل الليبي الذي يعاني الكثير والذي إلى حد الآن لم يلقى الرعاية وما يجب أن يعامل به من المجتمع الليبي ومن المجتمع الدولي. سيد المصراتي، كنت قد سبقت وتحدثت عن الاحتياجات الأساسية للنازحين في مختلف مناطق البلاد، ما هي أبرز هذه الاحتياجات؟ أبرز الاحتياجات أخي الكريم هو موضوع الأماكن التي يسكنون فيها العديد من الأسر النازحة. عندما نزلت مدارس أو
مباني غير مجهزة أصلا للسكنة، بل هي أماكن إدارية وتواجد فيها العشرات من الأسر، فهذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة. وأيضا من تحصل على سكن مناسب يتفاجأ بارتفاع الأسعار وبعدم وجود الإمكانيات المادية لتغطية هذه الخدمة وهي السكن المناسب. أيضا هناك برنامج المواد الغذائية، هناك تحدي كبير في هذا الجانب، وخاصة من نحن نقوم كجمعية الأحمر بتقديم المساعدات الممكنة والمتاحة وبالتعاون مع المنظمات الدولية، ولكن لا يمكننا أن نغطي جميع الأسر. عندما نتحدث عن أكثر من 600 ألف نازح، يعني حوالي ما يزيد عليه حوالي 70 ألف أسرة، طيب. لا نستطيع أن نلبي جميع احتياجاتهم. هذه تحدي آخر. هناك الرعاية الصحية، وخاصة مع نقص الأدوية وخصوصا للأمراض المزمنة، الدعم النفسي للأطفال الذين تغيرت حالهم إلى أماكن لا يمكن أن يعيشوا فيها طفولتهم. طيب أعذرني سيد المصراتي، بما أنك تطرقت إلى جزئية الدعم النفسي، اسمح لي أن أنتقل بهذه الجزئية وأختم بها هذا الملف مع السيد الكريوي. يعني في حالة النزوح هربا من الصراع المسلح، سيد الكريوي، هل تقف الاحتياجات عند المأوى والمأكل والعلاج فقط، أم أن هناك احتياجات أخرى يجب توفيرها للنازح؟ والله في الاحتياجات زي ما تكلم الأستاذ الدعم النفسي، هذه مشكلة نحن فيها، مش من حتى في النازحين، نحن فيها من بعد توقف شباب. نحن الدعم النفسي في يعني كثير من العائلات ونتيجة الحرب ونتيجة الصراع محتاج دعم نفسي، وهذا جزء غايب بشكل كبير، وهذا جزء من المشاكل نشوفه فيها. يعني التعديات اللي بالسلاح اللي قاعده تتم على الناس جزء منها لان كان في غياب الدعم النفسي يعني داخل الوقت. لكن هنا في نقطه نبي نشيلها، ان احنا يعني اذا فاتت علي كنت نتكلم، ان احنا هنا بالنسبه لطرابلس اغلب يعني المرتبات نتاع الناس حتى في المدن اللي ما يوصلوهاش الفلوس يجوا يستلموا فيها في طرابلس بما فيهم النازحين يعني. فهذه خوف وجوز، لكن ارتفاع الاسعار بشكل كبير طبعا هذا ادى لعدم توفر السكن بصفه عامه للناس. اشكرك، وهذا شكل ضغط عليهم. اشكرك واعتذر منك فقط لضيق الوقت، بالتاكيد الموضوع يحتاج النقاش كثيرا ويحتاج الى وقت مطول لتغطيه كافه جوانبه، لكن هذا ما سمح به وقت هذا الملف الذي وصلنا الى ختامه. ونشكر في نهايته ضيوفنا رئيس لجنه الازمه ببلديه طرابلس المركز ناصر الكريوي، والناطق باسم جمعيه الهلال الاحمر الليبي محمد المصراتي، وكذلك نشكر ضيفنا الذي رافقنا في الملفات الثلاث الأولى من 60 من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. مشاهدينا 60 ما زالت متواصلة. يوميا وخلال الشهر الكريم يتجه الليبيون في العاصمة طرابلس إلى مساجد المدينة، حيث تلقى العتيقة منها إقبالا من المصلين رغم قدمها وقلة الاهتمام بها. لمحة تاريخية عن المساجد العتيقة في مدينة طرابلس تتابعونها في سياق التقرير الآتي. تطل عليك من بعيد مئذنة جامع جورجي بصومعته خضراء اللون خلف قوس ماركوس أوريليوس بالمدينة القديمة بطرابلس، وهو واحد من عشرات الجوامع القديمة في المدينة. مساجد المدينة القديمة مساجد كثيرة، أبرزها جامع الناقة تقريباً، ثم جامع الخروبة، هذا جامع شايب العين، جامع أحمد باشا، جامع جورجي، جامع سيدي عبد الوهاب القيسي. جدران فسيفسائية وأبواب خشبية عتيقة ومكتبات ملأى بكتب أهل العلم، فجوامع طرابلس تميزت بمزجها بين العبادة والعلم، فقد كانت مهدا لولادة أهم علماء الفقه في ليبيا. أبرز علماء طرابلس كان يدرسوا فيه. أنا حضرت على الشيخ محمد المصراتي، الشيخ لين المزوغي، الشيخ عبد الحميد بن عاشور، الشيخ أحمد العالم، هذا كلهم علماء كيدرسوا. جامع الناقة من أقدم جوامع طرابلس، فقد وصفه الرحالة التجاني في رحلته إليها بالجامع الأعظم، وذكر مؤرخون أنه سمي بهذا الاسم بعد أن ترك المعز لدين الله الفاطمي ناقة محملة بالذهب هدية لأهل طرابلس على حسن استقباله عندما مر بها متوجها إلى مصر. كانت القرية
سمينا غرية الفنادقة، كرموا الجيش وطعموه، بعد الجيش هدالة من الناقة هذه فيها صوص اثنين من رحيم من الذهب. قعدت المنطقة هذه يفكروا يرسوه أو نصدقوهم أو لا، فكروا ببيت الله هو اللي يسموه جامع الناقة. جوامع بني بعضها قبل مئات السنين وما زالت تقاوم الزمن وقلة اهتمام ذوي الشأن، وهي تفتح أبوابها يوميا لاستقبال مئات المصلين وطالبي العلم. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية ستون لهذا الأسبوع، وفي نهايتها كالعادة إليكم تذكيرا بعناوينها. البنيان المرصوص تعلن سيطرتها على منطقة السواوة بالكامل وميناء سرت البحري وفتح الطريق الرابط بين هراوة وسرت، والبنتاغون يصف تقدم قوات المجلس الرئاسي ضد ما يعرف بتنظيم الدولة بالمشجع. تباين المواقف بشأن دعوات المجتمع الدولي لرفع حظر التسليح المفروض على ليبيا، والاتحاد الأوروبي يعرب عن خشيته من وصول الأسلحة إلى ما وصفها بالجماعات المتشددة. ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذران من تدهور الوضع الإنساني في ليبيا، وكوبلر يؤكد أن قدرات المنظمات المحلية ووكالات الإغاثة وصلت إلى درجة الانهيار. شكرا لكم مشاهدينا على كرم وطيب المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته.